منذ قليل كان يتحدث المشايخ والآن جاء دور النساء. تحية إلى نساء مصر الثوار في ميدان ربعة العدوية. جاءت إليكم فتاة من فتاة ميدان ربعة العدوية الأستاذة علياء نصر الدين. تحية لكل نساء ميدان ربعة العدوية وكل النساء الشرفاء. السلام عليكم. كانوا بيقولوا لنا هناك ما تنزليش ربعة العدوية لأن في رجالة كتير بيتحرشوا بالنساء كتير. وكانوا زمان بيقولوا لنا اوعوا تروحوا مغرات الاخوان لان دول ناس ارهابية. وانا بقول لهم من هنا وبرد عليهم وبقول لهم ان مفيش رجالة في مصر غير في ربعة العدوية وبس. بقول لهم ان مفيش نساء اقوى من نساء ربعة العدوية وبس. وردا على اللي حصل امبارح انا من هنا عايزة اقول حاجة مهمة قوي انهم الشرطة رجعت تاني بكل جبروتها امبارح بس وكانت بتقول ان المتظاهرين دول شوية بلطجية كده وكلهم هيروحوا لحالهم وهم نديهم شوية رصاص كده ونرش عليهم يعني لعل وعسى ان هم يمشوا. بس انتوا ماشيين ماشيين الحمد لله. لسه في رجالة في مصر والله 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 ما شفت رجالة انفرام على العدوية وبس والله العظيم. ثلاثة كل الناس اللي بشوفها ولا اي حاجة. انا بنفسي نزلت التحرير مش عشانهم انا نزلت علشان اشوف بعناية. لقيت اقسم بالله العظيم حالات تحرش قد كده حالات تحرش بالمئات وعادي وعادي. بس هنا موجودين الحمد لله رجالة والله ما شفتها في مصر. وانا كنت عايزة اقول كده بس وعايزة اقول لكم حاجة تانية. ايوه ما هو ده ميدان النهضه هو ده ميدان النهضه. وفي ميدان تاني غير ميدان النهضه ربعة العدويه؟ مفيش. والجيزه طبعا انا بس عايزه اقول حاجه ان بتوع التحرير هم اللي رجعوا لينا الشرطه بسبب ان هم حطوا ايديهم فوق ايدين بعض. ليه؟ نسيتوا ايام 25 يناير يوم ما كانوا بيقتلوا الثوار. دلوقتي الشرطة بقت كويسة؟ دلوقتي الشرطة بقت حلوة؟ ليه؟